اجتمع سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه في مدينه ميونخ اليوم مع سعاده السيده صافرا كاتس الرئيس التنفيذي لشركه اوراكل وذلك بمناسبه انعقاد مؤتمر ميونخ للامن وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين مملكه البحرين والشركه في مجالات الاستثمار في تقنيه المعلومات والاستفاده من الرياده التي حققتها الشركه في مجال تقنيه المعلومات والبحوث المتخصصه والتعليم والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات لما تكتسبه من اهميه في تعزيز النمو الاقتصادي والتنميه المستدامه بالاضافه الى مناقشه القضايا ذات الاهتمام المشترك